السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا توقفنا في المرة اللي فاتت عند خلاص عملنا امبورت للأسئلة بتاعتنا، فالأسئلة ظهرت في بالشكل ده. يعني احنا رحنا عند الكويشن بانك ودوسنا كويشنز، هنلاقي الايه الأسئلة بتاعتنا اللي هي ده الكويشن بانك بتاع الكورس. ودي الايه الأسئلة 100 مثلا و9 سؤال. طبعا مفترض ان هم في 160 لميتين، لسه بنحاول نستكمل الباقي يعني. بس لو احنا خلاص حطينا الميت سؤال او 160 سؤال، وعاوزين نعمل بقى الايه الاختبار القبلي، هاي عندي عادي جدا على الكورس في الاول. هيفتح معايا بالشكل ده، ففي عندي هنا الاختبار القبلي. الاختبار القبلي هندوس عليه، يعني هنا في الايديت مود، يعني لازم لو دي كانت خضراء دوسنا عليها عشان تبقى ايديت. بيقول هنا ان مفيش كويشنز اصلا في الايه في الكويز، يعني حتى الان مفيش ولا سؤال محطوط في الايه في الاختبار القبلي. فهعمل له ايديت كويز، ادي كده طبعا الكويشنز اللي محطوطه زيرو لسه. هعمل اد، هيخيرني هل حابب احط اسئله جديده بنفسي يدويا، ولا هجيبها من الكويشن بانك، ولا راندوم كويشن. الفرق بينهم ان نيو كويشن انت هتحط الكويشن بايدك دلوقتي، هنبدا ندوس على نيو وبعدين نختار نوع السؤال وبعدين نكتب السؤال ونكتب الاجابات والكلام ده كله. طيب الاثنين اللي بعد كده فروم كويشن بانك وراندوم كويشن، الاثنين من الكويشن بانك اللي احنا حاطينه او اللي احنا عملنا له امبورت. انما الفرق ان الفروم كويشن بانك الاولانيه ان احنا اللي هنعلم على الاسئله، يعني لو دوست عليه هيطلع لي ادي الاسئله اهي. في هنا كاتيجوريز، لو احنا عاملين كاتيجوريز يعني كل واحد دكتور فتحي له مثلا 70 سؤال، مش عارف المحاضره الاولى لها 14 سؤال، كذا كذا. لو احنا عاوزين نختار من كل حاجه، او لو احنا هنختار كده، خلاص انا هختار السؤال ده، هختار السؤال ده، هختار السؤال ده. لو انا كده هختار يدويا عدد الايه الاسئله او الاسئله اللي انا عاوزها. لو انا عاوز افضل يعني من وجهه نظري ان احنا نعملها راندوم، نخلي الكمبيوتر هو اللي يختار اسئله. ادي راندوم كويشنز، هو هنا هي ايه الكاتيجوري طبعا اللي هو العام بتاع الكورس، لان يعني ده الكورس كله مش محاضره معينه. يعني لو انا هنا مقسم كاتيجوريز، دي المحاضره الاولى، فانا لو عاوز اعمل الاختبار القبلي للمحاضره الاولى هختار من هنا. لو انا عاوز اختار للمحاضره مثلا الثانيه هختار من هنا. لو الدكتور فتحي عاوز يختار هيختار من جزء، وهكذا. اما انا دلوقتي بعمل الكورس ككل، فهختار للماده كلها على بعضها. ادي عندي 109 سؤال. هو بيقول لي انت عاوز تختار كام سؤال. مثلا هعمل الكويز، هعمل الاختبار القبلي ده مثلا 25 سؤال. او هنا مفيش 25، ممكن اكتب بايديا مفيش، يا اما 20 يا اما 30. هخلي ال 30 سؤال واقول له اد راندوم كويشن. هو كده حط الايه الكويشنز بتاعتي. ادي الكويشنز هم 30 سؤال، هو اللي مختارهم عشوائيا. دلوقتي هو عامل على السؤال ده، على الاسئله دي 30 درجه. دي علامة المكعب دي اللي هي علامة النرد، حجر النرد، ان هي كانت جاية ايه، كانت جاية راندم او عشوائية. طيب السؤال ده انا عاوز اعمل عليه كام؟ هل 10 زي ما هو حاطط اوتوماتيك، عاوز له مثلا 30، عاوز له 50. فانا هكتب هنا 50 مثلا، خلاص كده بقى ايه بقى 50. طيب ال 50 دلوقتي ازاي وكل سؤال عليه درجة؟ لو كده هيصحح كل سؤال من درجه، وبعد كده يضرب في الفاكتور زي ما احيانا، زي ما مثلا عملنا الترم اللي فات كنا حاطين 80 سؤال عليهم 100 درجه، فالواحد كان عليه درجه وربع، فلو فهيعمل عشوائيا. طب لو انا عاوز اخلي سؤال معين عليه درجه اعلى، هو هنا لان دي اسئله عشوائيه فانا مش عارف اختار السؤال. انما لو انا مختار الاسئله ماشي، هنجرب بالطريقه الثانيه، ان انا لو انا عاوز اغير درجة السؤال ده لوحده، يعني عاوز اخلي السؤال ده بدل ما هو بدرجة اخليه 5 درجات. عاوز سؤال مثلا معين ما تغيرتش،
خمسة انتر، ده كده بقى بخمس درجات، عاوز ده بتلاتة. فطبعا هنا لان دي هو عشوائيا كل طالب هيجيله اسئلة غير التاني، فانا طبعا كده بختار عشوائي السؤال ده بخمسة، الله اعلم هيكون ايه. انما في حالة ان انا عاوز احط اسئلة على درجات معينة، سؤال صعب، سؤال اللي محتاج مجهود ذهني اكتر، في الحالة دي يفضل ان اكون مختار النوع الاولاني. طيب هنا عاوز شافل للاسئلة دي، الاسئلة دي تظهر بنفس الترتيب ولا هيبقى معمول لها شافلينج، كل طالب هيطلع له ترتيب مختلف عن الطالب التاني. هحاول بالطريقة التانية برضو وارجع تاني. قبل بس ما نتنقل للنوع التاني او النظام التاني، في هنا اللي هي ريباجينيت دي، اللي هي لو انا عاوز دي تبقى كام صفحة، هل هنا بيقول لي عاوز كام سؤال في الصفحة، يعني هل الطالب بيطلع له كل سؤال في الصفحة وبعدين يعمل نيكست وبعدين السؤال التاني وبعدين نيكست وبعدين السؤال التاني، ولا مثلا يطلع له خمس أسئلة مرة واحدة وبعدين خمسة، فالتلاتين سؤال هيبقوا طالعين على 6 صفحات، ولا 10 أسئلة فيبقى كده الامتحان أو الكويز على 3 صفحات. فاحنا برضه ممكن نتحكم هنا في عدد الصفحات، عدد الأسئلة اللي هتظهر في الصفحة الواحدة للطالب. كده هنرجع بس نجرب النقطة التانية اللي هي لو أنا هعمل آد وهختار بقى أنا من الكويشن بانك مباشرة، والله مثلا هاجي على المحاضرة الأولى وهختار منها سؤالين، مثلا السؤال ده وسؤال الكفاءة، وبعدين add selected questions to quiz. هنضيف تاني من ال question bank على المحاضرة التانية مثلا، وهنختار هنا السؤال الجهاز اللي يحتوي على كورس الجهاز اللي فيه ترسين. هجرب كده لو اخترت من الأسئلة اللي هنا هل هيحط لي دول مع دول ولا لأ، عشان بدل ما افضل اعمل سيف لوحدي هنا وهنا وبعدين من الصفحة التانية. فاحنا دلوقتي خلاص هنختار مجموعة من الأسئلة. عملت انا هنا بدل ما كان صفح في مشاكل في الصفحات، فقلت له اختار شو 70 مرة واحدة، فمطلع لهم كتير هم، فاختار منهم اي مجموعة من الاسئلة واعمل له اد سيلكتد. كده انا مختار اسئلة محددة معروفة، اللي هو ايه السؤال فيه تروس وترات وبينهم سير، ده انه جهاز مش عارف الالات الاحتراق الداخلي الخارجي عبارة عن ايه كذا. فانا في الحالة دي اللي احنا بنتكلم فيه بقى، لو انا السؤال ده شايف ان هو يحتاج ان هو يكون مش عليه درجة، عليه 3 درجات، فهنا اروح جاي خلاص مختار ان ده يبقى 3. السؤال بتاع اهم جزء في منظومة بدء التشغيل دي مثلا مهم محتاج 5 درجات، فاعمل ادوس على علامة القلم كأنه ايديت 5 انتر، وهكذا. السؤال ده محتاج 4 درجات، فهدوس هنا واروح جاي دايس 4 انتر، فخلاص انا كده اقدر احدد كل سؤال من الاسئلة دي ممكن يبقى عليه قد ايه، وفي الاخر وفي الامتحان كله على بعضه قد ايه. لو مجموعهم قد الرقم اللي هنا خلاص هيديهم عادي، لو مجموعهم مختلف عن الرقم اللي هنا هيعملها ايه كفاكتور او كنسبة وتناسب. شافل عشان الاسئلة نفسها يحصل لها شافلينج. في كمان هو هنا مثلا قايل ان التوتال ماركس بتاع الدول لما جمع الواحد واحد وواحد وتلاتة وخمسة واربعة والكلام ده طلع 24، ممكن اخلي على واحد هنا 2 عشان يبقوا 25 نقطة، ويبقى الامتحان كله من 25، يبقى كده ايه كل سؤال هياخد الدرجة بتاعته عادي جدا من غير ما نضرب في اي فاكتورز او اي حاجة. النقطة التانية اللي الدكتور علاء اتكلم فيها اللي هو بقى الفيدباك. انا دلوقتي الطالب لما يجي يختار السؤال ده كده دوسنا السيتنج بتاعته من هنا او في بنك الاسئله لو احنا عاوزين نعمل لكل الاسئله يعني، فهيديني السؤال بالشكل ده، ده السؤال النص بتاعه الدرجه بتاعته الفيدباك بتاع السؤال نفسه. طيب الاختيارات، السؤال بيقول مثلا ايه جهاز النقل النهائي قد يكون تروس او ترات وبينهما سير، طيب دي صواب وخطأ. لو الطالب مثلا قال صواب انت عاوز تقول له مثلا الاجابه صحيحه وممكن تحط له صوره دي او اي حاجه، فهنكتب فيها مثلا هنا اجابه
صحيحة أو موفقة. طيب لو إجابة خاطئة، عاوز بقى لو هو اختار يعني خطأ، فعاوز تضيف له مثلا معلومة، طبعا في الاختيارات تبقى أفضل من كده. هنا مثلا إجابة خاطئة، فبالفعل يمكن أن يكون من التروس أو جنزير وعجلة مسننة، وعجلة مسننة، يبقى هي عجلة مسننة. السؤال هنا يسير، مش تراتي، تبقى تراتي هي اللي غلط، هو اللي هيقول صواب دي هي اللي إجابته خاطئة، يعني يسير يعني، وإن هو إيه إجابة خاطئة. كنترول كات ناخد هنا كنترول في، يبقى دي إجابة خاطئة. يبقى لو اختار صواب هيطلع له إجابة خاطئة، لأن ممكن إن هو يكون لو اختار صواب تبقى دي إجابة خاطئة، لأن هي ما ينفعش بالتراتيل، هي لازم تكون عجلة مسننة. أما لو اختار خطأ يبقى هي دي اللي إجابته إيه؟ إجابة صحيحة، وهكذا. ده ممكن بقى يتعمل في كل الأسئلة سواء من هنا أو من اللي هو الاختبار اللي هو بتاع شافل، اختيار شافل هنا بيقول إن احنا ده معناه إن لما كل طالب يجي يدخل هي إيه؟ هيوزع الأسئلة بشكل مختلف، فده هيصعب عليهم إن هم يتناقشوا فيه أو يغشوا فيه. بس عيبه إن لما الطالب بقى يجي يقول لك إيه ده، والله السؤال رقم 5 مثلا كذا، مش هيبقى عارف ليه، لأن إحنا مش عارفين رقم 5 مين بالظبط. يعني دي لها ميزة وعيب. ميزتها إن هم ما ينقلوش من بعض أو ما يغشوش من بعض، عيبها إن لو هو في سؤال معين هو مش حافظ النص بتاعه وعاوز يشاور لك عليه يقول لك السؤال رقم كذا، فمش هيقدر يعمل الكلام ده. طيب هل الاختيارات الأسئلة بس هي اللي بتعمل لها شافل؟ لا، الأسئلة كمان، الإجابات كمان بيتعمل لها شافلينج. إزاي؟ هروح للاختبار القبلي كله على بعضه عادي، سواء من هنا أو من هنا. هنرجع للي قبليه، ادي الاختبار القبلي. هنعمل من هنا بقى edit، edit setting، هنلاقي هنا في عندي ده الاسم بتاع الاختبار، الديسكريبشن اللي احنا عاوزينه يظهر. طيب اللي يهمني هنا في اللي اوت، اللي اوت عاوز كل سؤال في صفحة لوحده زي ما قلنا، ولا كل 5، كل 8، كل 10؟ هنخلي مثلا كل 5، احنا مختارين 15 سؤال. طيب الكويشنز نفسها تتصرف ازاي؟ هل نعمل لها شفل يعني تبقى راندم زي ما قلنا قبل كده، او لا؟ طيب عاوز فيدباك، عاوز الطالب يعرف الفيدباك بتاعه، هنخليه مثلا المره دي immediate. طيب في عندنا كمان هنعمل save and display، نشوف الكلام دوت. لو عاوزين نشوف الطالب هيشوف الحاجه دي ازاي، فهنعمل switch role to، هنغير الوضع بتاعنا الى طالب، فهو هنا عاوز non editing teacher ولا student ولا guest، احنا عايزين هنا student. هنعمل attempt quiz، هنجرب الكويز يعني. احنا هنا كنا مختارين 5 أسئلة في الصفحة الواحدة، فهذه ال5 أسئلة لازم يجاوب ال5، وبعد كده يتنقل، وبعد كده يجاوب ال5، وبعد كده يتنقل. فلو عملنا هي هعلم بقى عادي على أي سؤال. طيب انا هشيك دي، في السؤال اللي احنا كنا عملنا له فيدباك هنشوفه. هنلاحظ هنا ان هو كاتب للطالب جنب كل سؤال عليه كام، ان ده بدرجة، ان ده بتلاتة، ان ده بدرجة، وهكذا. طيب عملنا فينش اتم، طبعا هنا بس انا اخترت اللي هو عملت اجابة على سؤال واحد بس اللي احنا كنا عاملينه فيدباك، يعني عشان نشوف الفيدباك عامل ازاي. فهو بيقول له ان انت صححت، عملت، جاوبت ده، جاوبت ده، ما جاوبتش ده. الحاجة الوحيدة اللي احنا جاوبناها لك كان رقم 5،
الباقي not completed. هنعمل submit all and finish, submit and finish, عشان احنا كنا عاملين immediate feedback, فهنا بيقول له ان الاجابة دي غلط والاجابة الصحيحة هي كذا, الاجابة دي غلط والاجابة الصحيحة هي كذا. اللي احنا بقى عاملين له feedback اللي هو كان رقم 5. محتاجين بس نخلي بالنا ان علشان الفيدباك يظهر, يعني احنا دلوقتي دوسنا بريفيو للسؤال اللي احنا كنا عملنا له فيدباك, بيحمل ادي السؤال اهو. هنا تحت لازم نبقى مختارين ان الايه, ان الفيدباك يظهر, يعني specific feedback shown, ال right answer feedback shown, وهكذا. اللي هو ان هو هنا يظهر, يظهر الايه الاختيار, عشان لو انا دايس الاجابة صحيحة نعمل submit يطلع له ان ادي كده الاجابة دي خاطئة, والرد اللي احنا كنا كتبناه اجابة خاطئة بالفعل يمكن ان تكون كذا او كذا. يبقى الفيدباك هيظهر لو احنا مختارين هنا في display option, سواء من هنا او من هناك عند display option, ان الفيدباك دوت يظهر. يبقى باختصار كل اللي احنا عملناه ان احنا جينا عند الاختبار, عملنا الاول علامة edit, وبعد كده جينا على الاختبار القبلي ده دوسنا عليه, ما كانش فيه اسئلة فاحنا عملنا له add للأسئلة. الأسئلة بقت موجودة, غيرنا الترتيب بتاعها زي ما احنا عاوزين. وبعد كده لو عاوزين نحط فيدباك كنا بنيجي على الأوبشنز اللي هنا أو علامة الإيديت دي, سواء للسؤال اللي هو موجود هنا أو للسؤال اللي هو موجود في الكويشن بانك. بيفتح لي قائمة السؤال, السؤال بيفتح معايا سواء هنا أو في الكويشن بانك عادي. فده كان السؤال, الجهاز الموجود بعد القابض هو في عند اختيار من متعدد, إجابة واحدة بس هي اللي صحيحة. فدي الاختيارات, النقل النهائي وصندوق التروس والجهاز الفرقي والترس المركزي. أول حاجة بعد القابض هي صندوق التروس, فدي هي الإجابة الصحيحة. فممكن أكتب له هنا إن دي هي الإجابة الصحيحة, أو أحسنت أو أيا كان. في الإجابة الخاطئة بقى أقول له لأ, إن الجهاز النقل النهائي ده بيقع بين كذا وكذا, ان الجهاز الفرقي ده بيقع بين كذا وكذا, ان التاثير المركزي بيقع بين كذا وكذا, وان الاجابه الصحيحه هي الحاجه الفلانيه. وبعد كده بروح جاي دايس سيف تشينجز. بعد كده في الاختبار القبلي في هنا بعمل ايديت, ايديت سيتنج عشان اظبط الايه, عشان اظبط الاسئله نفسها تطلع عشوائيا, ان هي تبقى معمول لها شافل, وان يطلع فيدباك لو انا عاوز immediate feedback او بعد كده او بعدين او بعد ما يخلص تصحيح. في ال appearance كام, هنا في ال review options دي برضه مهمة, اللي هو لما يكون لسه بيعمل, لما لسه بيختار ايه اللي يظهر له بعد ما بيخلص ويعمل finish, ايه اللي يظهر له. خلاص هو خلص بس لسه الكويز مفتوح لزمايله, ايه اللي يظهر له؟ ان هنا لو احنا عاوزين الطلبة ما يقولوش لبعض والله انا طلعت دي غلط, عملتها كذا, طلع الصح بتاعها كذا, الكلام ده كله, فانا مش هظهر الرايت انسر لهم الا بعد ما الكويز يتقفل. مثلا مش هظهر لهم الفيدباك, هاجي هنا مش هعلم على دي, مش هعلم على دي, هسيبها بس ايه بعد ما الكويز يخلص. اما لو ده حاجة تدريبية فممكن اسيب الرايت انسر عادي جدا وهو ايه بيخلص تظهر له, يعني على حسب هل انت عاوز الاجابه الصحيحه تظهر له بعد ما هو يخلص ولا بعد ما زمايله كلهم يخلصوا. بعد ما زمايله كلهم يخلصوا يبقى لازم اشيلها من هنا ومن هنا. الفيدباك عاوزه يظهر, اللي هو فكره ان ايه اجابه صحيحه والصح هو كذا, او اجابه خاطئه وغلط ليه والكلام ده, اللي هو الفيدباك. عاوز الفيدباك ده يظهر له دلوقتي ولا يظهر له بعد, من هنا من ريفيو اوبشنز عاوز اشوف الحاجه تظهر امتى. فانا ممكن ايه اشيل الرايت انسر من هنا ومن هنا كده, هيظهر بس بعد ما الكويز يتقفل. لو انا عاوزه تدريبيا فعادي ممكن يظهروا مفيش مشكله.